بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذه التدوينة من على موقع طريق رمضان. كما نلاحظ في عنوانها Une année nouvelle، إذا نتكلم عن سنة جديدة. Le temps passe inexorablement، إذا الوقت يمر بثبات كما نقول، بدون أن يضعف، وبإيقاع ثابت بدون أن ينتني. إذا نتكلم عن الوقت أنه هو الوقت يسير مهما كانت الأحوال. إذا لو طون باس إنيكزورابلومون، سي تو في أو ريتم دو لا لون أو 1443 أو ريتم دو سولاي ألوب دو لون 2022، سي لو ميم مومون، لو ميم طون، La même époque. Le temps passe inexorablement. الوقت يسير كما نقول بثبات. Si tu vis, إذا كنت تعيش أو إذا كنت تعيشين. Si tu vis, عندنا le verbe vivre، هذا فعل عاش. Si tu vis au rythme de la lune en 1443، إذا كنت تعيش على إيقاع القمر في سنة 1443، إذا كنت تعيش على إيقاع السنة الهجرية، أو ريتم دي سولاي، أو على إيقاع الشمس. المقصود هنا أو إذا كنت تعيش على إيقاع الشمس، أو سي تو في au rythme du soleil. هذا هو المقصود هنا، à l'aube de l'an 2022، ففي فجر 2022. نتكلم عن بداية السنة، طبعا نتكلم عن فجر أول يوم في 2022. c'est le même moment، إنها نفس اللحظة. c'est le même moment، إنها نفس اللحظة. le même temps، نفس الوقت. La même époque، نفس الحقبة أو نفس الزمن. إذن طبعا سواء كنت تسير على إيقاع السنة الهجرية أو على إيقاع السنة الميلادية، فالوقت هو الوقت، فقط الحساب هو الذي يختلف. Considérez qu'une façon de calculer، une façon de calculer est halal et l'autre haram. إذن اعتبار بأن طريقة حساب حلال، بأن حلال، et l'autre haram، والأخرى حرام. c'est oublier que le temps est divin. c'est oublier que le temps est divin. هو نسيان بأن الوقت إلهي. إلهي يعني من عند الله. طبعا نقول ديفا أو في المؤنث نقول ديفين، استاذير كي أبارتيان أديو أو كي أديو. إذا نتكلم عن شيء ما بأنه لله أو بأنه من الله. إذا كونسيديري كون فاسون دو كالكولي إي حلال. إذا طبعا كونسيديري المقصود باعتبار، ومن لا كونسيديراسيون أن اعتبار. كونسيديري كون فاسون دو كالكولي إي حلال، إذا اعتبار بأن طريقة حساب حلال، بأن حلال، الأخرى حرام، والأخرى حرام. سأوبلي، إذا كنت تعتبر بأن هذه الطريقة حلال وبأن الأخرى حرام، هذا في حد ذاته نسيان بأن الوقت هو لله. هنا نتكلم عن الجوهر هو الوقت، أما طريقة الحساب بهذه الطريقة أو بالطريقة الأخرى، هذا يجر الإنسان لنسيان الحقيقة، وهي أن الوقت هو الوقت. considérez qu'une façon de calculer est halal et l'autre haram، c'est oublier que le temps est divin. إذن هذا يجعلك تنسى بأن الوقت في جوهره هو إلهي. sans calcul humain، فقط حسابه إنساني. الإنسان هو الذي يخترع هذه الطريقة أو تلك الطريقة. ce sont
les croyants chrétiens qui ont décidé du début de leur histoire. Ce sont les croyants chrétiens qui ont décidé du début de leur histoire. إنهم المؤمنون المسيحيون qui ont décidé. الذين قرروا du début de leur histoire. هم الذين قرروا في بداية تاريخهم. إذن هم الذين بتوا في طريقة حساب تاريخهم. إذن هم الذين بدأوا بهذا الحساب في تاريخهم. إذن ce sont les croyants chrétiens qui ont décidé du début de leur histoire. إذن المؤمنون المسيحيون هم الذين بتوا وقرروا في كيفية بداية حساب تاريخهم. C'est Omar ibn al-Khattab qui décida de l'initiation de la temporalité islamique. إنه عمر بن الخطاب qui décida, الذي قرر, طبعا نتكلم على le verbe décider, de l'initiation. نتكلم أحيانا على le verbe initier, يعني أنك تبدأ شيئا. إذا l'initiation المقصود بها بداية شيء. هو عمر بن الخطاب هو الذي قرر بداية de la temporalité. كما نقول زمنية. المقصود هنا تاريخ. تاريخ إسلاميك الإسلامي. عمر بن الخطاب هو الذي طبعا اقترح طريقة حساب السنة الهجرية. طبعا انطلاقا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سي عمر بن الخطاب كي ديسيدا de l'initiation de la temporalité islamique. Certains vont perdre leur temps à se disputer sur la façon de calculer plutôt que de vivre et comprendre le sens et l'essence du temps. Et d'un certain, Badness vont perdre leur temps. هم سيفقدون وقتهم à se disputer في الصراع في مصارعة نفسهم في الصراع مع بعضهم. بمعنى آخر أنهم سيفقدون أوقاتهم في صراع النقاشات sur la façon de calculer على طريقة الحساب. المقصود هنا بأنهم سيفقدون وقتهم حول طريقة الحساب plutôt que بالأحرى أن المقصود هنا بدل أن إذن هم سيفقدون وقتهم في النقاشات plutôt que de vivre بدل أن يعيشوا et comprendre le sens et l'essence du temps. إذن بدل أن يعيشوا وأن يفهموا معنى وجوهر الوقت et comprendre le sens. طبعا le sens المقصود به هو منحة. نتكلم على الاتجاه مثلا الطريق تحدد اتجاه كل طريق أن تتحدد حل اتجاه. ثم كل اتجاه يكون فيه منحيين منحى إلى اليمين ومنحى إلى اليسار مثلا. أيضا كلمة لوسونس كما عندنا هنا تعني المعنى. إذا نتكلم هنا عن المعنى إليسونس ثم الجوهر دي الطن جوهر الوقت. إذا طبعا بعض الناس سيفقدون وقتهم في الاختلافات ثم الإصرار على هذه الاختلافات بدل أن يعيشوا وأن يفهموا حقيقة الوقت ومعناه. Que dit la nouvelle année à l'esprit, au corps et au cœur du croyant. إذن ماذا تقول السنة الجديدة التي دخلت؟ ماذا تقول السنة الجديدة التي دخلت؟ au corps للجسم au cœur للقلب du croyant للمؤمن. هذه السنة الجديدة التي دخلت والتي نعيشها الآن que dit au corps et au cœur du croyant. ماذا تقول لجسمي المؤمن ولقلب المؤمن؟ que son calcul est une erreur. هل هذه السنة الجديدة التي دخلت الآن هل تقول لجسم المؤمن ولقلبه
que son calcul est une erreur بأن حسابها غلط بأن حسابها خطأ أو بليتو أو بالأحرى أو بليتو أو بالأحرى المقصود هنا أنها تقول له que le temps passe بأن الوقت يمر inexorablement بدون توقف بدون امتناع وبدون ضعف أنه يسير أنه يسير بإيقاع ثابت et que la vie s'en va doucement lentement وبأن الحياة ترحل بهدوء وببطء إذن أليس هذا الذي تقوله السنة الجديدة للجسم وللقلب inconscient tu fêtes dans le bruit et l'oubli inconscient tu fêtes dans le bruit et l'oubli إذن بدون شعور أنت تحتفل أو أنت تحتفلين dans le bruit في الهرج وفي الضجيج et l'oubli وفي النسيان إذن طبع الإنسان الآن أنه يحتفل في وسط هرج كبير واهتمامات بالمظاهر إلى غير ذلك et l'oubli لكنه في الحقيقة أنه ينسى جوهر حقيقة السنة الجديدة هذا هو المقصود هنا إذن هو يعيش في نسيان inconscient tu fêtes dans le bruit et l'oubli إذن بدون شعور أيها الإنسان tu fêtes dans le bruit أنت تحتفل في الضجيج et l'oubli وفي النسيان أنك تنسى حقيقة واقع الأمر l'année qui vient السنة التي ستأتي l'année qui vient السنة التي تأتي alors que ton corps et ton cœur en silence إذن السنة التي تأتي في حين أن جسمك وقلبك en silence في صمت المقصود هنا ضمنيا وبدون أن ترى ذلك porte les marques et la mémoire de l'année qui s'en va porte les marques et la mémoire de l'année qui s'en va إذن الجسم ديالك والقلب ديالك يحملان لي مارك يحملان آثار اي لا ميموار ثم يحملان ذكرى ثم ذكرى دو لاني كي سون فا دو لاني كي سون فا للسنة التي ترحل وأنت تستقبل السنة القادمة جسمك وقلبك لا زال يحملان آثار ثم ذكرى السنة التي ترحل تغفيا الكل يعود تغفيا الكل يعود شاك أغ كل ساعتين شاك جور كل يومين شاك سمين كل أسبوعين شاك سمين كل أسبوع شاك أني كل سنة إذن دائما تذهب ساعة تأتي ساعة يذهب يوم يأتي يوم يذهب أسبوع يأتي أسبوع يذهب شهر تذهب سنة تعود سنة إذن دائما نفس الشيء تغفي الكل يعود كل هذه الأوقات تعود شاك أور شاك جور شاك سمين شاك أني لو ميم طون كالكولي نفس الوقت المحسوب الذي يحسب دائما بنفس الطريقة دائما هذا الوقت يعود جامي لا ميم رياليتي جامي la même réalité ولكن البتة لا تعود نفس الحقيقة ولكن لا تعود البتة نفس الحقيقة jamais le même être que la vie et le temps ont changé ولكن أيضا لا يعود نفس الكائن الذي الحياة والوقت أو الزمن ont changé أنهم غير أنهم غير إذن طبعا رغم أن الساعات والأيام والشهور والسنوات أنها تعود نفسها بانتظام لكن معها لا تعود البتة نفس الحقيقة ولا يعود نفس الكائن سواء كان كائنا حيا سواء كان كائنا إنسانيا إذا نتكلم عن الكائن الإنساني أو كائنات أخرى مثل الحيوان أو النبات أنها لا تعود نفسها
أن تشيخ ثم تموت ثم تأتي كائنات أخرى. إذن جامي لو ميم إتخ، إذن لا يعود معها البتة نفس الكائن. كلا في الذي الحياة إلو طون أون شونجي، الذي غيرته الحياة وغيره الزمن. عندما تعود السنة القادمة ستجد كل كائن كائن إلا وتغيرت ملامحه، وأنه نرى عليه تغيرا تجاه الرحيل. Un jour, tu reviendras auprès de celui qui t'a créé. Un jour, tu reviendras auprès de celui qui t'a créé. Qui t'a créé. إذن في يوم ما, tu reviendras, أنت ستعود auprès de celui qui t'a créé. إذن في يوم ما, أنت ستعود. طبعا نتكلم على الverb revenir au futur simple. إذا نتكلم عن فعل عادة أو رجعة في المستقبل. auprès de celui qui t'a créé, عند الذي خلقك. إذا في يوم ما أيها الإنسان أنت ستعود إلى خالقك بمعنى آخر. qu'importera alors la façon dont le temps fut calculé. إذا qu'importera نتكلم على الverb importer، يعني أنك تجلب شيئا من الخارج، نتكلم عن استورادة. طبعا هنا كامبورتخا المقصود هنا ماذا سيقدم، بمعنى آخر ماذا سيجلب لك، ماذا سيجلب لك، ماذا سيقدم هذا الأمر، بمعنى آخر ماذا سيفيد، ماذا سيفيد. alors ماذا ستفيد حينئذ. la façon dont le temps fut calculé. ماذا ستفيد حينئذ وأنت تعود إلى خالقك. ماذا ستفيدك، ماذا ستفيدك طريقة حساب الوقت. إذن ماذا ستفيدك. la façon الطريقة dont le temps fut calculé التي بها الوقت fut calculé أنه حسب، أنه تم حسابه. إذن ماذا ستفيدك هذه الطريقة أو الطريقة الأخرى عندما تعود إلى خالقك وأنت لم تركز قبلها على جوهر. إن شغلت بطريقة حساب الوقت ولم تركز على جوهر الوقت، ماذا ستفيدك طريقة حساب الوقت. إذن qu'importera alors la façon dont le temps fut calculé au gré des cycles de la lune au-dessus du soleil. إذن ماذا ستفيدك طريقة حساب الوقت au gré des cycles de la lune. عندما أقول مثلا tu fais le travail à ton gré، إذن أنت تقوم بالعمل حسب رغبتك. إذن عندما نقول هنا au gré des cycles، إذن نتكلم عن طريقة حساب الوقت au gré des cycles de la lune، كما نقول حسب رغبة دوران القمر. المقصود هنا ماذا ستفيدك طريقة حساب الوقت سواء اعتمدت دوران القمر au dessus du soleil او حسب دوران الشمس. au crépuscule de ton temps il ne restera qu'une seule question. au crépuscule، إذا نتكلم عن كريبسكول مقصود به هو ذلك الضوء المشكوك فيه، هو ذلك الضوء الضعيف جدا، وممكن هذا يعني الضوء الذي يسبق طلوع الشمس أو الذي يأتي بعد غروبها عندما تغرب الشمس وتبقى بقايا ضوء. إذا نتكلم عن كريبسكول. طبعا ممكن أنه يعني أيضا بقايا شيء يؤول إلى الاختفاء. إذن عندما نتكلم هنا عن au crépuscule de ton temps، إذن نتكلم عن بقايا وقتك. إذن في خضم هاد الوقت القليل الذي تبقى لك أيها الإنسان في هذه الحياة، il ne restera qu'une seule question، لن يبقى هناك إلا سؤال واحد. as-tu perdu ton temps dans l'oubli، هل أنت فقدت وقتك في النسيان؟
Où as-tu vécu dans la mémoire de l'un? طبعا vécu, هذا le participe الخاص بفعل vivre, فعل عاش. إذا نقول tu as vécu, أنت عشت. Où as-tu vécu? Où as-tu vécu? أو أنك عشت dans la mémoire de l'un. في ذكرى الواحد. المقصود هنا الواحد هو الله. Au crépuscule de ton temps. Au crépuscule de ton temps. إذن في بقايا وقتك أي الإنسان أنت لم يبقى لك إلا وقت قليل مثل ذلك الضوء الضعيف الذي تبقى من ضوء الشمس إن غيستخا كين سول كيستيون لن يبقى هناك إلا سؤال واحد As-tu perdu ton temps dans l'oubli? Dans l'oubli, هل أنت فقدت وقتك في النسيان؟ Ou as-tu vécu dans la mémoire de l'un? أو هل أنت عشت في ذكر الإله؟ المقصود أنك عشت متذكرا الله، عشت متذكرا الواحد، et de la nouvelle vie qui vient. وعشت متذكرا الحياة الجديدة كيفية التي تأتي التي تأتي طبعا بعد الموت inconscient est perdu نتكلم عن الإنسان أنه inconscient أنه يعيش في اللاشعور est perdu ثم أنه يعيش مفقودا طبعا نتكلم عن le verbe perdre يعني فعل فقد إذن هنا عندنا le participe passé Le participe passé, le khas, bifi'l perdre. Idan, inconscient est perdu. Idan, comme on a dit, غير شاعر est perdu. Tum annou mafqoud à la surface du temps calculé. Ala misahat l'waqt al-mahsoub. Idan, on parle عن أشخاص أنهم يعيشون اللاشعور ثم أنهم مفقودون باهتمامهم بالوقت المحسوب شغلهم الشاغل أن يهتموا بحسابات الوقت ومتابعة الوقت Entends-tu لهؤلاء Entends-tu l'appel intérieur هل أنت تسمع l'appel intérieur النداء الداخلي le rappel intime ثم التذكير العميق المقصود كما نقول التذكير الحميمي التذكير الملتصق بك ألا تسمع هذا الصوت ألا تسمع هذا النداء دان طن سون كالكول عن وقت بدون حساب المقصود هنا هل سمعت هذا النداء الذي يتحدث عن جوهر الوقت ولا يهتم بحساب الوقت كي باس الذي يمر ظا الذي يذهب إسونظا ويرحل ألم تسمع هذا النداء الذي يتحدث عن وقت بدون حساب لكنه يمر ويذهب ويرحل بال إسوغان سوالاني كيفين بال إسوغان إذا نتكلم عن جميلة ثم هادئة ثم هادئة سوالاني كيفين فلتكن السنة المقبلة التي تأتي فلتكن السنة القادمة جميلة وهادئة إذن لو المقصود إذن نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله